نعم رحيم، شكرا لموقع طنجة 24 الرائد في المجال الإعلامي بطنجة والجهة، وكنتمنى أن يكون موقع إن شاء الله وطني ويزيد في الرياضة. كنشكره كذلك على الملفات اللي دائما كيتطرق لي لهم، الملف هذا ديال سوق صبرطة اللي سبق لي كان عندي لقاءات في هذا الموقع، هذا هو كيمسو هذا الملف هذا هو. والكرونولوجيا ديال الاحداث راه ماشيه، والحمد لله جميع التصريحات اللي كانت طنجة 24 كتمشي بالترتيب وبمصداقيه، وهذا هو اللي كنفتشوا عليه ودائما كنحثوا عليه. فيما يخص مستقبل السوق، هناك العديد من التجار يتساءلون، وكاين واحد المجموعه ديال الاشاعات مغرضه الهدف منها ما عارفينهاش، ولكن خصنا نطمئنوا هاد الناس ونقولوا لهم الحقيقه. السوق ديال كاسابراتا سيبقى في مكانه ولن يتزحزح من البقعة الأرضية اللي موجودة فيه. شنو هو الجديد؟ الجديد هو أن البقعة الأرضية الحالية اللي كيتواجد فيها سوق كاسابراتا هي 7 هكتار وشو حاجة. مستقبل ديال السوق غيكون في 11 هكتار، بمعنى زيادة ديال 4 هكتارات. طبيعة الحال هذا باش نجبر واحد المتنفس هذا السوق هذا. تبقى المطالب ديال التجار اللي كانوا كيطلبوا توسيع الوعاء العقاري، لان ما بقاش ماشي متنفس اخر توسيع او شي حاجه. غنقولوا منين غنوسعوا هذا الوعاء العقاري؟ منين غنجيبوا هذه الارض هذه؟ جازت اتفاقيه ديال الجهه اللي صادق عليها بالاجماع من اجل التمويل، وفيها الوعاء العقاريه اللي تحتوي هذا السوق هذا هو. فهذا السوق غيكون في وعاء العقاري الان موجود عليه بنو بطوطه، هذاك اي نضاف للسوق. كذلك الوعاء الحالي ديال السوق، وكذلك ستقوم الجماعه بنزع ملكيه لعقارين او اقتناء ديالهم هذوك العقارات اللي فين كنقولوا دابا المنطقه اللي كتبيع الملابس الباليه والمتلاشيات. عندنا جوج العقارات تما ديال الدوله اللي فيهم 4000 متر، وكذلك واحد العقار اخر اللي فيه هكتار وشي حاجه. هادو غينضافوا كاملين للوعاء العقاري السوق، وغيصبح فيه العقار 11 الهكتار تقريبا. باش نقول لكم بالتفصيل ان يكون العقار فيه تقريبا 11 ديال الهكتار و 8165 متر. في البدايه كان فيه تقريبا واحد 7 هكتار و 800 هيدا ولا هذا، يعني غيتصدر تقريبا 4 هكتار و300 من الوعاء العقاري ديال هذا السوق. اذا التجار خصهم يكونوا مطمئنين ان السوق غيبقى في بلاصتو، وكذلك تزاد وعاء عقاري هذا السوق هذا هو، وكذلك وهذا اللي مهم انهم ما يخافوش على الارزاق ديالهم، ما يتحرك شي حد الا حتى يتوجد له المكان فين يكون فيه. هذا هو البرنامج العام، ولكن الخطوط اخرى يعني التصميم وواحد المجموعه ديال الحوايج ومقايد الدرس يعني كيدرسوا. ملي يكون الملف جاهز ولا ردوا البال التجار ديال السوق، راه كاين تما الان بيرو ديتود يعني مكتب دراسات اللي كيعمل دراسات على التربه وكذا، راه شافوه بيدهم كيدرس التربه بشحال قدر ديال التحمل، شنو غيكون تما وشنو هذا، باش يكون هذا المشروع هذا هو متكامل ومتناسق. وبالمناسبه كنقدم تهاني ديالي صاحب الجلاله والمواطنين المغاربه وساكنة طنجة على الشرف ديال الاحتضان ديال كاس العالم ديال 2030 وكاس افريقيا 2025. وطبيعه الحال طنجة مرشحه باش تكون تلعب فيها واحد العديد ديال المباريات، وهذا كذلك واحد المرجع اخر اللي غيكونوا في طنجة زوار اجانب اللي بطبيعه الحال خصنا نستقبلهم بواحد المرفق اللي في المستوى ديال المدينه. وبحال رديتو البال مدينه طنجة عرفت التصغيرات على يد صاحب الجلاله، وصلت للمدن الان اللي كتضرب بها يعني المثل على الصعيد الدولي. كتشوف الملتقيات اللي كيتعملوا في طنجه الان، اخر الملتقى الرياضي اللي كان على الشاطئ ديال البلايا، وغيكون ان شاء الله مرفق في المستوى. هذا المرفق هذا هو ما دخلش فيه الجامعه بوحدها، هذا مرفق اللي فيه 6 الان لحدود الساعه 6 ديال المؤسسات. المؤسسة الأولى وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان، مؤسسة ديال مجلس جهة طنجة تطوان، ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة،
مجلس جامعة طنجة، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية، وكذلك جمعية التجار اللي منضويين اللي كيمثلوا هاد التجار هادو. ما يخافوش وما كاينش اللي يخوفوا، وهذا اللي كيخوفوا راهو غرض من التشويش والشوشرة على المشروع اللي هدفه في نفس يعقوب. ولا كان شي واحد عنده شي هدف مغير المصلحة العامة ديال التجار، كنصح أنه ما يجبرش يعني الباب مفتوح على هذا المجال هذا. والتاجر رجع المحل ديالو، وكل واحد في محل ما يتهز من تما إلا حتى نجبروا له فيها يكون. من ناحية ديال التصعيد المادي بحال اللي وقع في مناطق أخرى، هذا التصعيد هذا هو ما عطاش الأكل ديالو، لأن التاجر كتجبر مع خدام، كتجبر مع واحد من بعض الحوايج. حنا نخلي الوضع كما هو عليه، وغنستثمر بعض هكتار اللي زايدة، بعض الهكتار اللي كاينه زايده هي اللي غتستثمر في هذا المجال هذا هو. فما يخافوش ويطمئنوا، وكل واحد غيبقى في المحل ديالو الى ان يتم تعويضه بمحل مؤقت يمارس فيه التجاره ديالو في واحد الوضعيه احسن من اللي فيها دابا، وعاد يرجع للمحل ديالو. تقسيم ديال المهن يعني التصنيف، والسوق قسم راسه بيده الان. راه التاجر ذكي، منين جا عملوا الالكترونيك بوحدو ملابس بوحده، وهذا يعني ما تقدرش تجيب واحد المهنه معينه وتعملها في اتجاه اخر ما تخدم لك شيء. السوق الان تقريبا 90% في عمليه التصنيف راه صنف راسه بيده، ولو حتى كانت شي عمليه اخرى راه التجار يعرفوا كيفاش يعملوا هذه المساله هذه. لانه لو دخلنا في التصنيف باش نهزوا جهه الى جهه اخرى او غندخلوا في دوامه اخرى، ولكن كاين ترتيبات اخرى في هذا المجال هذا هو اللي ما تاثرش على 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 السوق. السوق المركزي هو بلاصه هذا الحوض بطبيعه الحال، هذا كندرسوا الان الوضع ديالو كيفاش غيكون، وباش ديك التجار يزيدوا يخدموا على اللي كاين دابا في واحد المجال صحي على اللي عندهم دابا. يمكن اصلاح ديك السوق المركزي يبقاو تما وتوقع اصلاحات، او وهذا اللي غيكون غالبا انه يتهز من تما لواحد المنطقه معينه اللي ان شاء الله التجاره ديالهم تزاد ويكون في واحد الوضع صحي احسن من اللي كاين. وركب الوطوطه سيدق عن اخره ويكون هو البديل. دابا هذا هو الاشكال، وملي كنهضروا على واحد الشركه معينه، حنا في دوله القانون، دوله ديال المؤسسات، هذاك البارك اللي غيكون تحت الارض فيه 1799 سياره، هذاك البارك ديال الجامعه، وغتكون فيه سمسره عموميه مفتوحه، واي شركه اللي قدرت تفوز فيه غتفوز فيه. هضرت مع رؤساء الروابط اختار من هذا الشيء. انتم علاش ما تفوزوش به انتم؟ تجار يعملوا شركه مساهمه مع بعضياته، وهما يدخلوا في هذا المجال هذا مع انهم شركاء، وهما يدبروه وهما يسيروه. هذا هو التفكير اللي بغيناه. التفكير التقليدي مشى عليه الوقت. النمط ديال التجاره كاين نمط جديد في التجاره. احنا نحافظوا على سوق شعبي، لان عنده سميته، عنده مركزه، عنده مجموعه الحوايج، ولكن ضروري من التطوير ديال التجاره في واحد البيئه اللي عيجبر فيها الزبون جميع المتطلبات ديالو. البارك الان من الاساسيات ديال 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 واحد المركز تجاري اللي مهم، او اللي خصو يكون فيه رواج. ما عندكش البارك الان كلشي عنده سياره خصو فيه باركي، راه ما تعملش تجاره. حنا مشينا بعيد، راه عندنا اتفاقيه قبل هذه هي في ديك البارك اللي بغرت المسجد ديال طارق بن زياد، مجمع عرب المسجد السعودي، هذاك راه يكون فيه جو ديال الطبقات تحت ارضيه، باش نزيدوا نمتصوا العدد الهائل ديال السيارات. نعطيك 4000 محل ولا عملنا غير نص عندهم السيارات، راه 2000 محل عمروا لنا البارك، ولا جابوا لنا 2000 سياره عمروا البارك. الان كنقول للتجار انتوما ما تجيبوش السيارات، خلوا الاماكن للزبناء يجيو، حاولوا تشوفوا وسائل اخرى باش هذا السوق هذا هو يجبر المتنفس. وبغينا السوق يكون في المستوى ديال طنجه. الان اللي معروض الان مفتوحين جوج المجالات، رخص استغلال والتمليك. بدينا برخص استغلال، وغنحافظوا على هذا المستغل بواحد الطريقه معينه الحقوق ديالو في اطار المساهمه اللي غيساهم، ولكن غندخلوا حتى في التمليك ولا بغاوها. اللي بغاوها التجار نعملوا معاهم في هذا المجال هذا هو. الخيار للتجار، ومع ضمان المصلحه ديالهم ومصلحه الجماعه طبعا، هي مصلحه الساكنه عموما في طنجه. لكن واحد المساهمه غتكون رمزيه في هذا المشروع هذا هو ديال مولي المحل ديال التجار. لحدود الساعه احنا كنفتشوا على شركاء اخرين، واللي عندي هنا في اللائحه وغندرسوها ان شاء الله مستقبلا، خص الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات. راه كاين خصها تدخل ضروري، هي جهه طنجه تدخل، لان هي الممثله ديال المهنيين وديال التجار وهذا.
بغينا كذلك وزارة التجارة تدخل تاهي في هذا المجال هذا، وكذلك وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لأن هناك واحد المجموعة ديال المحلات ديال الصناعة التقليدية خاصها تدخل تاهي، وكذلك وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، هادو كاملين خصهم يساهموا معنا في هذا المشروع هذا. مساهمة رمزية ويمكن ما تكونش، يعني على حسب التكلفة ديال المشروع، ولكن المساهمة تكون رمزية ماشي شي مساهمة كبيرة. ولا كانت يعني كنحاولوا باش ما تكونش كاع نمشيو معاهم بعيد في هذا المجال هذا، ولكن كان شي مساهمه ماشي اشكال، راه ما بيدهم يرحبوا بها في اطار عاوتاني المقابل ديالها. ها شنو هو المقابل؟ هنا خصنا نسالوا، ولا عطاو المساهمه راه ما عمرهم يخلصوا لك. راه ملي كنشوفوا الفقره ديال الاتفاقيه هنا اش كتقول؟ اللي صادقوا عليها بالجهه يعني مصادق على هذه النقطه. نعم هذه جازات في الجهه، اش كتقول؟ عند انتهاء الاشغال يتم ابرام عقود استغلال بين الجماعه والمقتنين الحاليين للمحلات، ياك؟ طن طن طن. اما بخصوص الملاعب تحت ارضيه فسيتم استغلالها وتدبيرها في اطار طلبات عروض على اساس دفتر تحملات تعده الجماعه، هذا هو السؤال اللي جاوبنا عليه قبل. وكذلك تتضمن عقود استغلال التي سيتم توقعها بين الجماعه والمستفيدين عند الانتهاء من انجاز كل شطر، هنا غنكونوا الاشطر، باش كنقول لك كل واحد يمشي ويرجع من البرمجه. بنود تتضمن حقوق المستغلين خاصة من خلال تضمينها مساهمتهم في تكاليف إعادة تهيئة وبناء سوق صبعطة، بالإضافة إلى إعفائهم من أداء السوم الكرائية. أنهم لا يخلصوا، ما يبقوش يخلصوا الكرة نهائيا، باش يكونوا واضحين يعني في وضع التملك. ضروري خصها تكون عندهم واحد الفدرالية مشتركة اللي كتمثل التجار حقيقيين، التاجر اللي عنده محل حقيقي، باش نكون واضحين. لا كاين اللي كيقول لك انا كنفرش، كاين اللي كيقول لك انا كذا، كاين اللي كيقول لك انا ما عمري استفدت في حياتي. كاين قبل تجات واحد قاضي، انا غير كنضرب في السوق كنضيب باليش، انا ما خصني المحل، باش ما يكذب عليهم حتى شي واحد. تجار كاين لوائح موضوعه، عندنا ملفات ها هما بحال اللي كتشوفوا، هادو ملفات ديال المحلات، هادو الحاله المدنيه ديال المحل، شكون من المحل ومنين جاه وكيفاش جاه ولمن عطاه وفين وصل دابا. يعني ما كاينش شي حاجه اللي تكون من غير المسائل مضبوطه وقانونيه، حتى ولا شي واحد طاح مشي قانت راه كاين ملفات، باش نكونوا واضحين. كل محل عنده ملف ديالو. اصحاب النجاره والحداده والاشياء الاخرى اللي كنسميوها احنا من المهن اللي مزعجه اللي كتدخل في هذا المجال هذا، هو عندهم خيارات ويختاروا اللي بغاو. بغاو يبقاو في ديك السوق، عيبقاو فيه وعنناقشوا المجال كيفاش غنخدموا فيه. ابغاو ينتقلوا لمنطقه صناعيه اللي عاملين هذا ديال المهن المزعجه، غنناقشوا معهم هذا الوضع. الوضع اللي بغاوه غنعملوه معاهم. باب النقاش مفتوح وغنفتحوه، ولكن كنشوفوا دابا الان الروابط ديال التجار دابا باقي ما فتحناش شي باب، ولو انني اجتمعت معاهم وقلت لهم شنو كاين، غنفتحوا باب اخر. حتى هذا الامر هذا هو يكون عندنا معطيات، غنفتحوا الباب ديال الحوار مع جميع التجار. وانا كرئيس مقاطعه غنفتح الباب لجميع التجار وفتحوا دابا. اللي عنده شي سؤال بسم الله مرحبا نجاوبوا. رقم الهاتف راه الحمد لله ما كنشدوش، كاين شي حاجه نمشي معاهم فيما بغاو، نشرحوا لهم بالوضع بالتفصيل، حتى الاتفاقيات نشرحوها، ملي توصلوا للتصميم نشرحوه. وانا راه واحد من التجار، ما يمكنش نمشي ضد التاجر، شكون واضحين. انا مهني ونائب رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه الطرجه طوال الحسيمه، من بين الاسس اللي عندي انني الدفاع على المهنيين هذو، حاسين بهم في اطار القانون، في اطار كل واحد يدي حقه، اللي عنده شي حق يديه، اللي ما عندوش يسمح لنا. فيما يخص عندنا تسموح سوق القرب ديال كاسابراطا، الان تقريبا ما خدامش، هذا السوق هذا كنبشرهم انهم ستفتح شوارع اخرى مجاوره لهذا السوق هذا، هو اللي غيكون عنده واحد مجموعه ديال المداخل اللي باش يجوز شي واحد من السوق لباركي السوق راه يجوز قدامه، غيتفتحوا شوارع باش نحددهم بالضبط. كاين شارع اللي غيبقى يربط ما بين شارع مولاي حفيظ وهذاك الشارع اللي كيجوز من السواني حتى شارع مولاي عبد العزيز، وغيخرج من الطريق ديال الرباط. هذا واحد الممر غيكون مهم اللي غيفتح المجال حتى لهذا السوق القرب هذا هو. كيما مرات اخرى يعني حتى السيركولاسيون داخل السوق غيكون كيجوز واحد السلاسه، يعني عاد تدخل وتباركي الطوموبيل ديالك وتطلع تسوق وتمشي بحالك. السيد الوالي مشى بواحد الاتجاه اخر تم ناحيه ديال هذه الممرات، غيكون واحد السلاسه، شتي ديك الحضوره، غيكون واحد الدرجه ديال الحضوره اللي ما يحسش المواطن او ما يحسش الزبون بانه طالع
لان الطبيعه ديال السوق جات واحد المنحدر، ما بقاش يحس بهذا بهذا الشيء هذا هو. وبحال اللي تحت بحال اللي فوق رجع كل شيء بحال بحال. وسوق القرب سيشتغل ان شاء الله بعد اعاده هيكله السوق ديال كاسابراتا وبعد التنقيل ديال السوق المركزي، وغيكون سوق متكامل بالخضره ديالو باللحم ديالو بالدجاج ديالو بالحوايج ديالو بالالكترون ديالو كل شيء ديالو فواحد بيئه سليمه فواحد النموذج ان شاء الله تعالى على السيد الوالي اللي كياكد على هذا الشيء هذا هو اللي غيبقى في التاريخ ان شاء الله لمده محدده في 4 سنوات. ولكن ماشي شي واحد غيمشي 4 سنين عاد يرجع حتى واحد ما يتحرك. كاين تنقيل وهكذا دوالك حتى نساليو هذا الشيء هذا كامل. تقدير التجاره ما يمكنش. السوق غيبقى خدام ونداء للتجار، جيبوا السلع، بيعوا السلع ديالكم، تاجروا كما كنتم تتاجرون سابقا او احسن. تاجروا عملوا التجاره ديالكم، ما كاينش واحد اللي غيوقفكم. وكل حاجه عند الوقت ديالها محدد كيفاش غنخدموا، غنخدموا بدي ترونش وبواحد الطريقه سلسه ان شاء الله تعالى. اللي عجبوا فيها الراحه ديالكم.